شخصية تستحق كبير الثناء وكثير التقدير، صاحبها شاهد بامتياز على مسار الصحافة التي مارسها لسنوات. مهما قلنا في حقه فهو كبير دائما. المشرف على هذا الموقع تحت تصفيقاتك. كنعيشوا اجواء الدوره الاولى من تتويج الفائزين بالمسابقه ديال الشخصيات سنه 2023 اللي كينظمها موقع طنجه 24. هذه النسخه هذه شهدت تتويج واحد مجموعه ديال الوجوه بمدينه طنجه في مختلف ديال المجالات، من ابرزها المجال الفني، المجال الديني، مجال العمل الاجتماعي، رياده الاعمال، فعاليات نسائيه وعديد من المجالات الاخرى. كما شهدت الدوره ايضا تكريم مجموعه من الوجوه الاعلاميه والاكاديميه اللي بصمات في المشهد مدينه طنجه. الحمد لله بعد النجاح اللي شهدته هذه الدوره، ان شاء الله الدورات المقبله غتشهد مجموعه ديال المفاجات الجديده، وهادشي كامل لتشجيع طاقات شابه ولتشجيع المبدعين وتكريس ثقافه الاعتراف. اليوم مدينة طنجة ذلك الوجه المشرف للمرأة الشابة التي حكم مجال الإعلام برشق فرمدي والإصرار على التميز التي تنتمي إليها. إنصار سعد منذ دخولها المجال الإعلامي ما شاء الله أسرة تتألق في مجال الجمعوي، في المجال الحقوقي، في المجال الإعلامي. سعيدة بالتواجد اليوم في بيت الصحافة، وأنا أتوج ضمن شخصيات سنة 2023. أشكر طنجة 24 المؤسسة الإعلامية الرائدة على هذه المبادرة الجميلة جدا، وأشكر أيضا من صوت لصالح شخصي، أشكرهم جزيل الشكر. أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأن أكون فعلا تلك السيدة الفاعلة في مدينة طنجة وفي المجتمع. أشكركم. في الحقيقة كان معي مجموعة من الأسماء الوازنة كتستحق هي تكون شخصيات السنة نظير ما قدموا من خدمات اجتماعية جليلة بمدينة طنجة. وفي الحقيقة لا أخفيكم سرا أنني لم أتوقع أن أتوج ضمن هذه الكوكبة بأفضل شخصية أو أفضل فعالية نسائية، ولكن الجمهور هو الذي اختار. أشكر كل من وضع ثقته في وصوت لي، الله لا يحشمنا. وكنشكر جزيل الشكر للزملاء ديالي بموقع طنجاوي واحدا واحدا على الدعم والمساندة، ودائما احنا أسرة واحدة وسنبقى كذلك. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.